صباح الخير سيداتي وسادتي، صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إذاعة صوت المرأة. أنغام تعيدنا إلى الزمن ليس بقريب وليس ببعيد، زمن الثورة الجزائرية، ثورة تقاسم فيها المرأة والرجل الأدوار. اليوم هو 18 من فيفري، هو يوم الشهيد، وقد اتخذ يوم 18 فيفري من كل سنة يوما للاحتفال بذكرى الشهيد، عرفانا لما قدمه الشهداء من نفس ونفيس، ويمثل هذا اليوم وقفة لمراجعة الاستدمار التي عاشها الشعب الجزائري من بؤس ومعاناة. ونحن نستغل هذا اليوم ونستغل هذه المناسبة لنذكر التضحيات التي قدمتها المرأة الجزائرية لكي ننال الاستقلال الذي ننعم به اليوم. رجل ونص، كلها ألقاب نسبت لنساء لسنا ككل النساء، وبقية وسام على صدورهن حتى بعد وفاتهن. نساء كنا سندا للرجال والبلاد، رفعوا اسم الجزائر عاليا ورفرفت النجمة والهلال بفضلهن. هن نساء انتسبن لثورة 1.5 مليون شهيد، هن بدون شك نساء الجزائر. نساء الجزائر التي كنا ولا يزلن مثالا للشجاعة والتضحية والبطولة لكل النساء في العالم، والتي يتطلعن إلى الحرية، وقفن في وجه الظلم والاستبداد ضد المستثمر الفرنسي، فضحينا بالغالي من أجل الحرية، وجب الوقوف عندهن والترحم على أرواحهن. حسيبة بن بوعلي، أريدة مداد، للا فاطمة سومر وأخريات. ثورة نوفمبر أزلت الفرق الموجود بين الرجل والمرأة اتجاه الواجب المقدس وهو تحرير الوطن، حيث أطلقت العنان للقوى الكامنة فيها، فالتفت حول جبهة وجيش التحرير الوطني وقامت بأصعب المسؤوليات وأخطر العمليات، فالفتاة أو المرأة عموما في الجزائر قامت بواجبها كاملا. يشهد العدو قبل الصديق على شجاعة المرأة الجزائرية إبان الثورة، حيث كتب أحد الجنود الفرنسيين أثناء الثورة الجزائرية في مذكراته قائلا: عندما كنا نقوم بعمليات التمشيط ومداهمة القرى والجبال للبحث عن المجاهدين،
في كل مرة. ما كان يحز في قلبي ويشعرني بالخجل من نفسي هو ردة فعل النساء الجزائريات، حيث كنا يهرولن ويهربن بسرعة البرق نحو استبلات الحيوانات عند رؤيتنا، ويقمن فورا بتلطيخ أجسادهن بالروث وفضلات الحيوانات حتى نشتمئز منهن عند محاولة اغتصابهن ولا نقربهن. حقا صورة لن تغادر ذهني ما حييت، وتجعلني أكن احتراما لهؤلاء التي قمنا بالسباحة في الروث لأجل شرفهن. لا ننسى شهادتهن ودور عديد النساء الأخريات من القرى والأرياف التي قمنا بخدمة الفدائيين والمجاهدين بشكل متفان وبوجه كامل، على غرار إعداد الخبز والأكل لتزويد المجاهدين في الجبال، وكذا استقبالهم في بيوتهن في سرية تامة. كذلك نجد الكثير من النسوة كلفهن جيش التحرير بتنفيذ عمليات محددة ومعينة، خاصة في المقاهي والأندية التي يرتادها جنود الجيش الفرنسي. وتجلت هذه العمليات في معركة الجزائر، كانت المرأة الفدائية تضع القنابل بنفسها في المناطق المستهدفة وتنقل الذخيرة في المدن، وأحيانا كانت تتشبه المرأة بالمرأة الأوروبية في لباسها وشكلها من أجل تحقيق مهمة كلفتها بها الثورة. ولا ننسى مهمة التمريض التي كانت تقوم بها المرأة المجاهدة الجزائرية، فقد استفادت الثورة من مساهمة المرأة في هذا المجال، فالكثير من النساء كن ممرضات يقدمن الإسعافات الأولية لجنود جيش التحرير. بطلات نقشن اسمهن من ذهب في تاريخ الجزائر، فقد سجل تاريخ الجزائر بأحرف من نور اسم الشهيدات البطلات. نذكر منهن وردة مداد، وهبة قبيلي، مريم وفضيلة سعدان، حسيبة بن بوعلي، مريم بعتورة، عبيشة حج سليمان، ومئات ممن سقطنا في ساحات المعارك وحققنا النصر المبين. وبرز اسم جميلة بوعزة، جميلة بوباشا، جميلة بوحيرد. فإذا بالجميلات الثلاث تبرز كمثال لصمود المرأة الجزائرية وتحديها لوسائل التعذيب الفظيع والاضطهاد والقمع. وفي الختام نقف وقفة إجلال وترحم على هؤلاء البطلات التي تفننن في الميدان وفي وضع الخطط الحربية، اللواتي قاسمن الواجب الوطني مع الرجال، اللواتي وقفن وقفة الرجال من أجل تحرير الجزائر، من أجل استقلال الجزائر. شكرا لكن أيتها الأمهات التي رضعن منكن حب الوطن والتضحية بالغالي والنفيس من أجل أن تحيي الجزائر حرة أبية ومستقلة. كانت هذه لمحة تاريخية عن مشاركة المرأة الجزائرية في الثورة جنبا إلى جنب مع الرجل. لازلتم في الاستماع لإذاعة صوت المرأة، الإذاعة الإلكترونية التابعة لجمعية المرأة في اتصال. تستمعون لبثنا من الجزائر العاصمة. حان الآن موعد نشرة الأخبار مع الزميلة نجاة نافع. أهلا بك نجاة. أهلا بك سميرة. أهلا بكم أعزائي المستمعين. إذا نجاة، تنصيب لجنة متابعة توصيات ندوة للشباب بالجزائر العاصمة. أشرف وزير الشباب عبد القادر الخمني يوم الثلاثاء على تنصيب لجنة متابعة وتقييم توصيات ندوة الوطنية الاقتصادية الاجتماعية للشباب التي عقدت نوفمبر الفارط بالجزائر العاصمة، حيث تسهر اللجنة المشكلة من مختلف الوزارات وممثلي منظمات أرباب العمل وجمعيات الشباب والجامعات والنقابات على تدعيم الشباب. سنابس تواصل الإضراب وتلقى استجابة جزئية في مختلف مناطق الوطن. وصل أمس عشرات الأساتذة إضرابهم في اليوم الثاني الذي دعت إليه نقابة الكنابست، وهذا وقد لقيت الاستجابة نسبة متفاوتة بين الثانويات والمدارس، في حين ساقت مديريات التربية إلى تقليص نسبة المشاركة بعد تشكيكها في الأرقام المقدمة من طرف نقابة الكنابست. حملة تحسيسية لجمعية أمل لمرضى السرطان ببتمة.
شرعت جمعية أمل لمرضى السرطان لولاية باتنا يوم السبت في حملة عبر الشوارع والساحات العمومية لتحسيس المواطنين بضرورة الوقاية من هذا الداء، وذلك عن طريق تنظيم معرض للتجهيزات الطبية ومختلف نشاطات الجمعية وأهدافها الرامية إلى مكافحة مرض السرطان والتخفيف من معاناة المصابين. أما دولياً، اجتماع خاص لمنتدى المرأة الإفريقية في يوم 13 مارس. يعقد منتدى المرأة الإفريقية الحدث الأبرز لمنظمة كرانتس مونتانا اجتماعاً خاصاً يوم 13 مارس، وذلك على هامش الدورة السنوية للمنظمة غير الحكومية والمخصصة لإفريقيا. ويدور الاجتماع حول فائدة المرأة الإفريقية وتمكينها من القيام بدورها المحوري في مواكبة القارة التي ستعرف نموا كبيرا. الاتحاد العام لنساء مصر يناقش تقرير المرأة العربية وعشرون عاما بعد بكين. يعقد الاتحاد العام لنساء مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة السبت المقبل مؤتمرا موسعا لمناقشة تقدير المرأة العربية وعشرون عاما بعد بكين، بحضور 21 دولة عربية وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث يتناول المؤتمر رصداً وتحليلاً للتغيرات الاقتصادية السياسية الاجتماعية والثقافية. وأخيراً، الممثلة المشهورة أنجلينا جولي تفتتح مركزاً لحماية المرأة. افتتحت النجمة أنجلينا جولي أول مركز أكاديمي بريطاني متخصص في قضايا المرأة والسلام والدراسات الأمنية، وذلك في كلية الاقتصاد في لندن. ودعمها في هذه الخطوة وزير الخارجية السابق ويليام هيغ بهدف التخلص من العنف ضد المرأة في مناطق النزاعات. كانت هذه آخر الأخبار. ماذا عن أحوال الطقس لنهار اليوم نجت؟ توقعات الطقس لنهار اليوم: أجواء غائمة على العموم في المناطق الساحلية وتساقط بعض الأمطار، نسجل هبوب رياح معتدلة على المناطق الغربية وكذلك الداخلية. بالنسبة لدرجة الحرارة 16 درجة بالعاصمة ووهران، 14 درجة بعنابة وقسنطينة، 13 درجة ببيرة وتيزي وزو، وفي الجنوب نسجل درجة الحرارة 28 درجة بعين صالح و 21 درجة بتندوف. شكرا لك نجات على هذا المعلومات وعلى موجز الأخبار النهار اليوم. نلقاك في موعد آخر. لازلتم في الاستماع لإذاعة المرأة العربية، المرأة الجزائرية، إذاعة صوت المرأة. J'ai entendu l'histoire d'une ville de prestige où le bleu d'un regard te donne le vertige. J'ai entendu l'histoire et je me vois libre et voler. Oui, je me vois libre et voler au-dessus de la mer. Au-dessus de la terre, parfois j'espère, parfois je me perds. Et Saïd al-Bihar, le Hawa Jabbar. D'un regard, malgré le vent du soir, je garderai l'espoir. J'ai largué les amarres et je me vois libre et voler. Oui, je me vois libre et voler au-dessus de la mer, au-dessus de la terre. Parfois j'espère, parfois je me perds. Et Saïd al-Bihar, le Hawa Jabbar. Chanter les vagues, j'ai l'esprit qui divague, et je me noie ce soir dans le bleu d'un regard. J'entends chanter les vagues.
كانت هذه الأغنية للمطربة الجزائرية المغتربة لينا دوران، هذه المطربة التي استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة العالمية بأدائها المتميز لنوع جديد من الجاز الصوتي الشرقي في مختلف المهرجانات الدولية بأمريكا وأوروبا. أما الآن حان موعد الروبورتاج، روبورتاج اليوم وهو بعنوان الأكياس الدهنية من إعداد الزميلة مريم عباد، نترككم في الاستماع. الأكياس الدهنية هي عبارة عن أورام وتجمعات دهنية تتكون ببطء ما بين الجلد وطبقة العضلات الواقعة تحته، وفي كثير من الأحيان يمكن أن يكون هناك العديد من هذا النوع من التجمعات الدهنية تحت الجلد والتي قد تستمر لسنوات، ويمكن أن تظهر هذه الأورام في أي مرحلة عمرية. للمزيد من المعلومات عن هذه الأكياس، ماهيتها، ما أسباب تشكلها، وما هي كيفية التخلص منها، انتقلنا إلى مركز الأمل للتداوي بالأعشاب الطبية والتهيئة الجسدية والتجميل، فكان لنا هذا الحوار مع السيد كمال فليسي مختص في التداوي بالأعشاب وبكل ما هو طبيعي. أكياس دهنية أو الكيست بنظرة الناتيوروباتية والمداوات كل ما هو طبيعي، هذه الأكياس تعتبر ترسبات وسيدي التوكسين، ويتكون بعد ما نوتراليزيهم المخ تاعنا بطريقة دفاعية، لأن ترسب هذه السموم وكثرتها في الجسم في كثير من الأحيان يقوم المخ بدفاعا عن نفسه، يقوم بحياد مجموعة هذه التوكسين ويكونها في شكل أكياس أو ديكيست، حتى ما يخليهاش في الجسم تولي تشكل خطر يهدد هذا المخ. والأكياس هذه الدهنية أو الكيست يجيو بعد مرحلة تاع كثرة السموم في الجسم أو تسمم هذا الجسم، يحدث أبري أن ديزيكيليبر، بعد ما يكون هناك ديزيكيليبر، ومن أجل يعني الحفاظ يعني الإنسان حتى يستطيع أن يحافظ على نفسه ويتجنب هذه الأكياس التي نسمع عنها صباحا ومساء خاصة عند النساء، وبالأخص لكيست أونيفو ديسان يعني في الثديين الذي أصبح هاجسا عند كل مرأة وأصبح يرهب، وحتى سمع الحديث عنه أصبح مخيفا جدا، نلاحظ أن حتى نتفادى هذه الأكياس الأحسن أن نعود إلى إناليمونتاسيون أو غذاء صحي، لأن قلت هذه الأكياس هي نتاج ترسب السموم في الجسم، وهذه السموم أتت خاصة عن طريق الغذاء الغير صحي. إضافة إلى الغذاء الغير صحي الذي يعتبر عامل لظهور الأكياس الدهنية، هل يوجد عوامل أخرى كالضغط والحالة النفسية؟ نعم، في كثير من الأحيان يعني ماشي في كثير من الأحيان، في كل الجانب النفسي عنده تأثير كبير جدا. ناخذ على سبيل المثال القلق، ناخذ مثلا أصحاب الوزن الثقيل يعني اللي عندهم النوبيزيتي ولا عندهم دي سور شارج دي ماس زايدين، هاد الناس هذوما في كثير من الأحيان تصيب السبب الرئيسي تاع هذا الوزن الزائد هو القلق، لو ستريس. علاش؟ لأن لو ستريس يخلي الكبد عند الشخص يسانتيتيزي المواد الدهنية خاصة الكوليسترول، وتبدأ هذه المواد الدهنية تتراكم. كيما يسانتيتيزي لا فيتامين دي، يعني مجرد أن الإنسان يعرض نفسه أشعة الشمس الكبد يبدأ يسانتيتيزي الفلا فيتامين دي والتي هي ضرورية يعني الإنسان، لكن ليكسي الزيادة في الشيء ينقلب على الشخص. نفس الشيء بالنسبة للقلق، هذايا يأثر في حوايج واحد أخرين، يعني يزيد الإنسان يدير بلوكاج ليزيموكتوار تاعو، يعني يدير شبه يضعف المناعة وحدة ويضعف الأعضاء التي تقوم بعملية طرد السموم من الجسم، وبهذا النتيجة واش تكون؟ يعني يكون نيكسي في السموم في الجسم، واش يصرى؟ يقدروا يظهروا هالليكيست. هل ظهور هذه الأكياس يكون فقط عند السيدات أو اللائي وصلنا إلى انقطاع
العادة الشهرية، أم يمكن أن تكون عند الشابات أيضا؟ أو من هي الفئة الأكثر عرضة لهذه الأكياس؟ أي هذه الأكياس نوجدها يعني تقريبا في كل الأعمار، يعني تقدري حتى من سن البلوغ إلى سن اليأس أو ما بعد سن اليأس، موجودة عند كل طبقات يعني. ومن هن النساء الأكثر عرضة لهذه الأكياس؟ قلت نعاود نرجع نعني الأشخاص أو خاصة النساء اللي يكونوا عرضة، يعني نوليو للأسباب لي كوز وشنو هما؟ قلنا اون موفيز اليمونطاسيون، الغذاء الغير الصحي، هذا يخلي السموم تتراكم في الجسم، إذا خاصة إذا ضفنا العامل النفسي البسيكولوجي يعني لو ستريس اللي هنا إذا اجتمعوا في اثنين العرضة يعني النتيجة تكون الاحتمال يكون كبير بزاف. لكن إذا كان الإنسان عنده ستريس، وما ننسوش بأن الغذاء الصحي يساعد يقلل من الستريس، يقلل من القلق، والغذاء الغير الصحي يزيد في القلق. ناخذ مثال الغذاء الصحي مثلا، يعني الغذاء الغير صحي إذا اجتمع يعني في بطن الإنسان واش يحدث؟ موفيس فيرمونتاسيون، يعني شبه تعفن، ديزالكول، وهذوما كامل يعودوا بطريقة سلبية على الجسم. الغذاء إذا كان صحي اللي هنا يساعد تكون ديجستيون مليحة، يعني الهضم يكون مليح ويكون ميسر، هذا يقلل من الستريس. ما هي الأغذية التي يمكن تجنبها؟ الله، كل ما هو غير صحي، كل ما هو غير طبيعي، كل ما هو مكرر، فهذا الغذاء كله يعني ما يجيب غير الوباء ويجيب غير التوكسين للجسم. يقال أن الإكثار من الأغذية الدهنية والمقليات قد يسبب ظهور هذه الأكياس، هل هذا صحيح؟ أكيد الدهون كل ما زاد عن حده، ليس فقط الدهون، حتى الفيتامينات إذا زادت عن حدها ماشي منها، لأن الجسم هذا محتاج نسبة معينة من الغذاء، إذا زاد على الحد فوش يصبح تولي انشارج على الكور هذا. هل يمكن أن تشكل هذه الأكياس الدهنية خطر على الإنسان؟ وهل يمكن الشفاء منها؟ والله الأكياس العادية هذه احنا بكل بساطة نقوم بعملية تصحيح ليجيان اليمونتير تاع الشخص، نصحوا له الغذاء تاعو، نضيفوا له يعني اون تيزان هكذا حاجة خفيفة اونتي ستريس اونتي تو، يعني مجرد شهر شهرين أقصى حد الأكياس هذه تختفي، وبطريقة مبسطة حنا نرشدوا الشخص للغذاء صحي حتى يسهل للأعضاء المسؤولة عن طرد السموم، يسهلها المهمة، فمجرد أن تقوم بطرد السموم من الجسم يعني بقاء هذه كيست هذو ما عندهمش ضرورة، لأن قلت هذه كيست هذو ما هو طريقة دفاعية، المخ نيتراليز هذه التوكسين باش ما يشكلوش خطر. إذا كان الأعضاء ولت عندها فرصة باش تقدر تقذف هذه السموم خارج الجسم فوجودهم ليس إلزامي وما يحتاجش بقاء. في حالة بقاء هذه الأكياس هل يمكن التعايش معها؟ يعني هذه الأكياس هذه المرأة يعني كيكون كيس طبيعي يعني غير ما فيش باد مالينيتي اللي هنا الكيس ممكن تعيش به، لكن الكيس أنبه إليه إلى شيء يشير إلى أن هذا الجسم يعني الجسم صاحب هذا الكيس هذا مملوء بالسموم يحتاج إلى عملية تنظيف. مستمعينا مستمعاتنا، نرجو أننا قد أفدناكم ولو بالقليل حول موضوع الأكياس الدهنية. بيك تكون رواية، حكي لي على ناس زمان، حكي لي على ألف ليلة وليلة، ولا لون جاب انت الغولة ولا ولد السلطان، حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا، كل واحد منا في قلبه حكاية، كل واحد منا في قلبه حكاية، احكي ونسى باللي احنا كبار، في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية،
الجن نحكي عن النهار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيت ما جيت ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيت ما جيت كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا روي كيما حكى ولك ما جيت ما تنقص من عندك كان يشفى ولا بلاك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا مكان في كان يا مكان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على ألف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي ونسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية احكي لنا عالجنة احكي لنا عالنار وصلنا لنهاية البث لنهار اليوم. نشكركم سيداتي وسادتي على كرم الإصغاء والمتابعة. نلقاكم في موعد آخر. ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيت يما نكذب عليك لازم نكذب عليك الريح ما يبسنيش يما نكذب عليك لازم نكتب عليك دراهم يخصونيش يما نكذب عليك لازم نكذب عليك دموع ما تعرفنيش يما نكذب عليك لازم نكذب عليك هنا كاين غير الباب بشوف فيك حتى واحد بحر
قلت كاش راني قاعدة وكاش والف تلقى عالباردة لما نكدب عليك لازم نكدب عليك الريح ما يقيسنيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك دراهم ما يخصونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك برا ما يسبونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك يما نكدب عليك لازم نكدب عليك الريح ما يبسنيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك دراهم ما يخصونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك برا ما يسبونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك يما توحشت الشمس حالتك شراني شده طير اللي عايش في القاف يما نكدب عليك لازم نكدب عليك الريح ما يقيسنيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك دراهم ما يخصونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك برا ما يسبونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك يما نكدب عليك لازم نكدب عليك الريح ما يقيسنيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك دراهم ما يخصونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك برا ما يسبونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك لو كان جات الأرض تمطر راهي منا تتبرى الخير مسمى يدفع يما نكدب عليك لازم نكدب عليك الريح ما يقيسنيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك دراهم ما يخصونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك برا ما يسبونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك يما نكدب عليك لازم نكدب عليك الريح ما يقيسنيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك دراهم ما يخصونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك برا ما يسبونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك